أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السنين كسو دواد ور علوس بارلمانك فدرالك سوماليا أو بلانتي لو صدري اسلام مركاسين بريتا اي كولميان شعبي سياسيين بدن ايا كول والسن بريئين مدى كرور سيلوغو درم مدحوينها مدى حليدكي سادة ماضي فرينتا حلبانا دا لو صدري اي لغو ورقلين ايو ان او جرو كولانكي قولها شعبك بريئو اربعا اهي حد ايين سو قارتي ايو يري حلبان مهات سلات وانان تاقينا كولان كاسي بري إن شاء الله ويحي لباتو أح او نغوسو غارة سببتا ورا قدي شرعي دردا إهد إيه محمد مرسل نغا قري لباتاني تدوبدي بشان مسؤولية ديدا إساقا أياسي شخصي أو قادي دونا أيو يري مركي لسو غارسي فرينتا أيو ستو سي سكرينشو دوغو سو قادي سلامركاسي نصوديق بقيس رسميقا فيسبوكا وحا اونا شاقا بريتا أنغا وان تاقينا شان إي طوان حلبان أيا لغا ممنوعي كل قود مالين دويد شري جرادة يقبتين وحاي كشيغن إن شان إي طوان كودا أي تاقي دونان غلاح بارلمانك فدرالك سوماليا عيدك علي كرتا أي سنجرين حدوا بري محادع كرا هدي مدو كرر سي لو سميو مدحوينها مدو حليد كيسا دمادي اي فرماجو ما داما اسنين تي لصور دافي بيش عالم كددالة اي سميسي لغو جوجيي إفي فالادا موقت توا إن بارلمانك سوماليا أي دونيان إن قولها شعبك مدكردين أسميان هاي أذاها كالدوان إلا مهيم أهيا يا شيغيا إن كولنك برئاد لوغو رجوين يهي موشينك مدكردين تا لبدا سانو تاس أو بوغ لسي سبدي دي لسو دافي اسلام ركاسين لغو كالتاقي دولد دمدح وينها وقتيجي سادا مادي فرماجو أيا شالي أو إسنينها عبسي لقاوي أو جي ديبلو ديجي كولنك بارلمانك إسكو إمان لهايين سيكا سباها اهاتي بريتا او كو ايا صدن كبشا اي تهي مالين اربعا اي تهي ايا لدون ايا ان مدى كردين حوغا هاي لقبتو هدي اي دي عكري ويسو مدى كردين وحالا شاقي ان فشل سياسة ديد او وجهي دونا فرماجو اينا ادكان كرتو حالك ديبو سولاب شديسا حوغ ايا حيلات سي والبا او اديك سدو ايو ربا ان او حلو لبسانو سيد دل كدورشا اوغو دياريو او كلا غورك ايا وحيابها خلافك السببيكو حاليو تاسين اللغا مييالي دونو سيكستباها اهاتي سبديجي لسو دافي وحي داعي بلدب اداوو بريتاني سيدان ميي نقن دونتا حالكا ميسا قد دير ايو كوري دي دونا رجادة امد سوماليا قدومي مرسل وأنا أقول لك أن أنا إن أنا أقول لك أن 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 أنا وعددكي أبرتي إسبارادة أو ولي إسبارادة ودا وحان لايهاي صوماليا وميد شعب قو تدكا صوت دورتين اندهي نكو أركا إيكو راستي نكو فرديا وحان لايهاي حان قرار عنقو مدو تيو طوان قف وحدمي مايا بارلمانكو إن شاء الله بإدم الله كريم وحان لايهاي هرو الله سعونايا إسبارانا وايدا ماتاي لقب سادا ور لقب سادا انتا تقانين وايدا افتشاكدو هل كا كو أغايدين ولا جود بيت توسا توسا ليه هاي هل كأكو أجايدا ولا جود بيت شاكدو أنت تقانين وايد عفتي وحن ليه هاي إنديه نفرة لقب صدى هوش صدى وسعته سلام عليكم قريب كمد أو جدون كانوا خد رأي كسر قينا يا وأرن مدحتوه إذا كسرته مدحينا هي هراء فرماجو وبشكرين عيو وأحقر سودي ما أحد بعنا ده ببلغ اللي بقول شغين إني الشيران أي بعدين عيان وحي أصعدان لكن أنا وحن بريك النهوى أنا دورش إني دعنا رنا إنا ضدك أننا نلمدها فرصة ها إني ترتمان رب إن لسيا رنا أي ترتمان سيدا أننا عن فرصة وهالني أو عن كل شيء وقول لي سني مرة من إنا حقوق ضدك مشرحين تسوماليا دو سياسة الدنيا إن لجو لجو لجح عن نبا أو إكستنشن لا هذا مرة بكو لبا
dalkan dhaqan siyaasadeed oo dimuqraadiyad 4 sano kasta doorasho ku dhacaysa jirto 4 taas sano kasta dalka waa ku badbaaday waa waxyaabaha noo badbaaday oo kaliya ayadana ma rabno inaan dhaqan xun ku bedelno oo extension loo aado arintan waa arin qatar ah waa red zone land oo gudud oo qatar ah oo aan dalku u fiicnaan waayo aadan ugu xunahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu dhimirkeena soo noqdo dalka wadada u fiican inuu aado baarlamaankana ma ahan qadiyada waaweyn inuu ka hadlayeen maalinta madaxtooyada la rabo inay arimaha u shiraan inaan shirna ma aha anaga ajendooyinkeena kalanto tirada badan in laga shaqeeyo ahayd hawshaasna waan gabnay ceebtaasna baarlamaanka iyo guddoonka ay haysataa aad iyo aad ugu xunahay waana maasinta insha Allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh askari oo hubaysan oo ku wuliba loo soo baray dadku inay dilaan in halkan lagu soo xaraayo waxaan dhana gudoomiye looma baahna sabab loo keenana ma jirto 200 askari oo aan naqaano waxa ay yihiin iyo background-kooda askarta naga saar waxa ay dhaheen Soomaali uma joojinayso saaxiibada xildhibaanada kamid ah oo ka shaqeynaya la soo xaraayo hadda waxa uu nugu hanjaday inuu ku jiri doono inuu beri la imaan doono askarinta ka badan asiga inta kale ee extension ka shaqeynaya marka saaxiibada ee extension ka shaqeynaya waxa la naa 14 sano imaansada ilaa imaanka idin galiyo 4 sano soo joogteen 14 sano xaq u lahaadeen ka badan xaq u ma lahaadeen saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhamaaday madaxweyne mudaxiladkiisu dhamaaday 15 milyan ee Soomaalida inuu afduubnaadaan waxaan xaqiijinayaa extension station ma hadan rabo ma najdan maanta imaado loo joodo 200 askari loo keenstan koor ma laa man dadka dadan hurud ku ahan laha sababka ana station u sameysanay ma jirto bismillaahir rahmaan rahiim magacayga aanuug aa leeyahay xilima aanuug waa mahadsantihiin maanta halka aan joogno waxa waaye xaruntii golaha shacabka runtii waad ka waraysaan ajendihii shalay la soo diray oo lagu sheegay inuu yahay ajenda looga hadlayo COVID-19 waxa wax la yaaba ah laga xumaada ah COVID-19 dalkan 2 bilood ayuu ku jiraa 2 bilood oo lagu leeday oo dadkii ugu badnaa ay ku dhinteen aan laga hadlin oo aan la xisaabtamin wasaaradda caafimaadka mar uu hadda si gaba-gaba yahay in dadkii lagu marin habaabiyo COVID-19 ayaa ka jira iyo wax lamid ah qaybta badbaadada kutlada badbaadada waxaan diyaar u nahay oo heegan ugu jirnaa falkaas ugu raacay inaan fashilno maanta ilaa kara annagu ana soo afjarno waxa lagu soo daadiyay ciidamada nabadgelyada golaha shacabka kor iyo hoos iyo banaankaba iyo ciidamada koofiyacas ah madaxtooyada ka tirsan aan amaan ciidamada ayaa ku hareereysan golaha shacabka waana la haystaa aan korna ciidamada saaran soo wada koofiyacasna banaanka ay taagan tahay aan waana afgambi la rabo in lagu afgambiyo aan sharciga madaxweynaha mudaxiladkiisu u dhamaaday baarlamaan dhacay 27 December 2020 ayuu rabaa asagoo dhacay 8 February inuu daawo ka raadiyo daawo dhacday oo daawo ka raadinaysa way golaha shacabku wuxuu noqday Cabdulla Sideeyan fuujir ka shaqeeya guddoomiyaha baarlamaanka mudaxiladkiisu dhamaaday in sumcadda yar ee u hartay golaha shacabka mudaxiladkiisu dhamaaday inuu ku ciyaarin yaan u soo jeedinayaa labada aqal maadaama ay qaybsan yihiin baarlamaan golaha shacabka mudaxiladkiisu dhamaaday maadaama ay qaybsan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka madaxweynaha mudaxiladkiisu dhamaaday maadaama shir oo tashi ah wali isku jijiidayo in waddanka qallaas aan la gelin dagaal sokeeye aan la gelin hay'adaha dastuuri ah oo dhamaaday oo iswada qabsado nin walba xurmo ku dhawaaqay in ka dhalanin waxa dhici doonta in Cabdi Xaashi iyo gudoonka golaha shacabka qaar ka mid ah iyo baarlamaanka golaha shacabka mudaxiladku dhamaaday qaar ka mid ah inay iyaga ku dhawaaqaan inay madaxweyne doorteen
علن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السند